تنكسر مهما الزمن زود على همومه. خلي الأمل فيك ينتصر واصحى لي من نومه. لا تنكسر مهما الزمن زود على همومه. يا خليل وشو من الألماس وبقلبه عتمي وليه والناس بلال الناس لا ترضى يا خليل وشو من الألماس وبقلبه عتمي تعيش على الفاضي ولا تحكم المتهوم لا تحكم المتهوم لا تحكم المتهوم من نصرك عادي كم من بريق مصدوم استنجدينا كم من بريق مصدوم استنجدينا كم من بريق مصدوم استنجدينا شوف الصورة وركز فيها منيح. شفتها؟ حفظ شكله؟ وبقدر طلعه من بين 100 زلمة. اسمه الدكتور كاظم، عراقي الجنسية. هذا اللي عم يتقرب منه ناجي. بس بدي تحطه تحت المراقبة الدقيقة، وتعطي تقرير مفصل ويومي على كل تحركاته. إلي ولناجي. حاضر مستر. هذا عنوان بيته، احفظه منيح. حفظته مستر. طيب، من بكرة الصبح فيك تباشر شغلك، الغلط ممنوع. وانت سيد ناجي، بدي تحركك معه يكون أسرع. تأمر مستر. أهلين سيادة اللواء. أنا آسف على إزعاجكم في الوقت. لا الله يسامحك، تفضلوا تشرفوا لهون. لا خليك معك، بدي أقعد محلك وأنا بقعد هون. طيب، تفضلوا سيدي. شكرا. أكيد عرفتوا باللي صار سيدي. وبصراحة أنا بتفاجئ باللي عمله منيح. تحبوا تشوفوه سيدي؟ لا ما في داعي. سيدي بخصوص الضبط. شوف يا سيادة النقيب، أنا مالي جاي أتوسط لابني. أنتوا بتاخذوا كل إجراءاتكم. اللي عمله مو مقبول أبداً، وبتصور
انه لازم فركه ايد صغيره. بس يا سياده اللواء، يعني انا ما بقبل ابدا انه ابني يسحب مسدسه بمكان عام ويطلق النار بالهواء. مثل ما بتشوفوا سيدي، كل الاحوال المسدس مرخص وما في اي ادعاء شخصي، بتوقع النيابه ما راح توقفوا اكثر من كم يوم. بس اللي بتمناه انه ما حدا يهينه. ما بدها توصي سياده اللواء، في راس مثل اخونا الصغير وكل شاب بيعمره بيغلط. سمعت انه كان في شاب تاني معه. ايه كان معه رفيقه، بس ما في عليه اي شيء وممكن نخلي سبيله فورا. ممكن نشوفه؟ ايه طبعا فورا. بعت لي الموقوف مع فراس يا ابني بسرعة. ادخل. فايز! هذا ابنك مو هيك؟ ما بصدقني انك تعب حالك. خلص دولا! عفوا سيدي. هلا حصلك من البيت. عمو صدقني ما في داعي للشرح. ممنونك سيادة الوقيت. اهلين سيادة اللواء، شرفته. عفوا سيدي. بقدر اخذ معي على البيت؟ ما في معي. قدامي يا كر! قدامي! صباح الخير. صباح النور. اهلين ناس حنان. شو داعي الاستاذ نجيب اليوم ما عنده سفرة ما هيك؟ شو قصدك؟ ما قصدي شي، بس كل ما سألنا عنك بيقولوا لنا مسافر. أنا بسافر؟ أنا ما بسافر بنوب، يعني كل شي سافرتهم سفرتين على الرقة عند قرايبيني. أيوه بس، ها وقرايبينك ببانياس؟ ببانياس هدول بيت خالي. أيوه. شو أستاذ نور؟ على أساس عازمنا على قهوة؟ ولك قهوة وشاي وعصير وزهورات تكرم عيني. تفضلي أنسى حنان، تفضلي. يزيد فضلك إن شاء الله. ها كنت راح أطلبك. قبل ما تطلبني نجيب أفندي، نادر بده إياك. منو نادر؟ نادر شبنا مدير العام. الله يطولنا بعمره الخير، شو بده مني؟ شو بعرفني، بدك تروح لعنده ولا له مالك جاي؟ لك جاي شلون ماني جاي ولي؟ بس ما يكون عرف بغيابي. روح تعال هون وين رايح انت؟ روح جيب لي 2 قهوة سادة على كيف كيفك. قوام يسلم راسك. نورتيني يا زحمة. يلا أمي تحقيني. يلا يا ابو فايز الفطور جاهز. وينو فايز؟ لهلا ما فاق؟ طبعا كيف بده فيق بعد اللي صار امبارح؟ ليش شو صار امبارح؟ انت خاسي قلت لي بشغلك. صباح الخير. شوفونا الله يعينك اذا بسمح انك عم تتصلبح بالكباريات. يا بابا قلت لك انا عم روح مجامله لفراس ابن المعلم. خلاص حيوان، ما بتدعس على الكباريه يعني بتدعس، مفهوم؟ ابو فايز ابو فايز طول بالك، الله يوفقك وهدي اعصابك. يعني انت ليش هيك بتعامل اولادك كانهم مجندين ومذنبين عندك بالفرع؟ ما بكفي البهدله اللي سلخته اياها امبارح؟ انت ضلي تدافعي عني ودليلي وهي شواربي اذا راح يفلح بالجامعه. ما بدك تفطر؟ ما بدي اتسمم، خلي الافندي يتغذى منشان خصره يضل مشدود وهو عم يرقص بالكباريات. عدو امي افطروا. انا مالي نفس فعلا شي بسد النفس. شو هذا يا ايه وشو يعني؟ رح نحولك عن نيابة وهي اللي رح تقرر. نيابة؟ حضرة النقيب معلش احكي مع بابا قبل ما تاخذ اي اجراء. فيك تحكي، اعطيه الموبايل لسيد فراس. الو، رح يحولوك عن نيابة العامة؟ وين المشكلة؟ لا لا طبعا ما رح احكي مع حدا. خلاص لا تقشني، انت رجال والمفروض تتحمل مسؤولية طيشك وطهورك. مع السلامة. معقول يتخلى عني ويتركني بهيك موقف؟ سيادة النقيب انا جاهز للتحويل عن النيابة.
العافية أبو علي. أهلين أستاذ أبو سمير. أهلين سهلين. اي والله معك حق وبحق لك. ايه وانتي يعني ليش من الصبح نازله عم تسوي شعرك عم تغندلي؟ وانا كمان صبيه وبعز شبابي وبحق لي. ايه وشو مشان الفولار الاحمر؟ ما شفته. سعديين لك لا تكوني عم تهنزي حالك وتمسدي بشعرك لان اليوم جاي لعنا على البيت سعيد الكهربجي. لا لا يا بدريه لا هي ما حبيتها منك منو بنو. انا باخرتي يعني عاد فكر بسعيد الكهربجي. والله اللي بتفكر باجير اللحام ليش لحتى ما تتشردق بسعيد الكهربجي؟ اسمعي منك بدريه لا تحكي كلام طالع ونازل وتدقدقي بسمير بعدين تعي لهون. لا تكوني انت من الصبح عم تتغندري وتهنزي حالك مشان سعيد الكهربجي. بعدين ضحكتيني مو معقوله انت. لك انا وزير الكهرباء قده ودلقه ورفضته لحتى اقبل بسعيد الكهربجي. قلتي لي سعيد الكهربجي سعيد انا سعيد مرحبا يا حبيبي. اهلا وسهلا. انا مهند مندوب تسويق بشركه خليك بالبيت. شركه خليك بالبيت شعارة كل شي بيوصلك لعندك على البيت. وانا اليوم معي عروض كتير حلوه وكتير قويه للصبايا الحلوين مثلكم. بتحبوا تشوفوا؟ تعال من البيت شوف تعال. يسعد لي هالصباح. اهلا ست بهيره صباح خير. كيفك سيد بديع؟ الحمد لله بنشكر الله الحمد لله. طمني ان شاء الله عجبتك فريقتي. الله يسلم دياتك ممتازة الصراحة ممتازة. يعني ما في ملاحظات ملاحظة هيك أو هيك؟ ترى أنا بقبل النقد الهادي. صدقيني ما في أي ملاحظة. إن شاء الله ألف صحة وهنا. لسه كمان ما دقت ملوخيتي ومحشي وبابا غنوجي. يعيشوا دياتك. خير يا جماعة. أهلين أبو ناظم. أهلين. شو سيد بديع عم يقول لي الناطور إنه لسه ما دفعت الزمة اللي عليك. مزبوط أخي ما دفعت شو يعني؟ حبيت ذكرك بس لأنه التصليحات بديت والتكاليف كتيرة وبهالأيام هاي الروح التعاونية مطلوبة كتير بين السكان. أبو ناظم ما في داعي كل ما تشوفني تقدحني خطاب عن الروح التعاونية والعمل المشترك. خلاص ندفع يعني بندفع. عفوا أنت ما بتدفعي إلي أنا عم تدفع مشان تصليح البناية. طيب أخي طيب يلا بالإذن. إذنك معك. شبه ليش عم يحكي معي بهالطريقة؟ الظاهر مو عارفان أني كنت مدير عام سابق. يعني أبو ناظم الحق معه لسه بتذكروا على الطالعة والنازلة. السيد بديع حقاني بس بجوز هالأيام ظروفه تعبانة شوي. دخلك مين ظروفه متعبانة هالأيام؟ بعدين ليش عم تدافع عنه حضرتك؟ تفضل يدفعي عنه المصاري. نيو خاطرة. مع السلامة. وهذا كريم لشد الوش مضمون ومكفول حقه بالصدريات 1500 ليرة ونحن عم نبيعه 900 ليرة بس ومعه علبة شامبو ضد الأمل مجانا. ومين قالك نحن مأملين؟ آسف سوري بس يعني العرض هيك جاي. شو بدرية؟ أنا وشي مشدود خلقه ما بده شيء أبدا. خلي أنت إذا بدك سعدية خدي. بالله شو وأنا كمان ها وشي مشدود خلقه. يا صبايا في ناس بياخذوا لي البقاية بس يعني في بنات عمرهم 20 سنة عم ياخذوا منه. أنتوا خذوه وجربوا إذا ما عجبكم رجعوا لي. يعني رح ترجع لعنا مرة تانية؟ طبعاً رح أرجع لعندكم. شركة خليك بالبيت ما بتنسى زباينها أبداً. نحن منهتم بخدمة ما بعد البيع
بعدين شوفوا. هذا شامبو وبلسم ومعطل للغسيل بوقت واحد عم يباع بالصيدليات ب 350 ليرة، نحن عم نبيعه 250 ليرة بس. بعينته ظريف وريحته حلوة كتير، شو رأيك بدرية؟ إيه ريحته على ورد زوري. ما عندك منه على نعناع؟ هلا بسأل الشركة. شو ما بدكم تشربونا قهوة يعني؟ قومي سامي بدرية. كل مرة أنا اللي بساوي القهوة، أنت هالمرة. هلا لا تخانقوا من شاني، والله وهي حلفت ما بشربها إلا من تحت إيديكم أنتوا اثنين. وتكرى معينك، امشي رجلي على رجلك بدرية. يلا هلا بنحقك. بلا ما نكسر يمين للرجال، امشي. بالنسبة للدكتور كاظم العراقي في شيء جديد؟ لا سيدي، معظم وقته بيقضي بقهوة خد راحتك أو ببيته، لا بيزور حدا ولا حدا بيزوره. لاحظتوا شيء في حدا عم يراقبه وعم يراقب بيته غير هدول اللي انقتلوا؟ لا سيدي لا. طيب ما في داعي المراقبة تضل طول الليل، بتخلوها مختصرة من وقت ما بيطلع من بيته لحد ما بيرجع، وإذا لاحظتوا أي شيء بتخبروني فورا، وأنت وموفق تتناوبوا على مراقبته. حاضر سيدي حاضر. السلام. مرحبا فتحي. أهلين وسهلين. شو بقى عم تلهب؟ شو كنت عم تركض؟ عم بركض، صار لي 3 أشهر عم بركض. خير بشو بقدر بالخدمة؟ الله يخليك بدك توقع لي هي براءة الذمة. تفضل استاذ. بديع الأدائية، بديع الأدائية، بديع الأدائية. ها ليكو اسمه. اخ الحمد لله. بس يا سيد بديع، انت مو بريء الذمة عنا. شو مو بريء الذمة يعني؟ ليكو كل شيء مسجل عندي بالدفتر. انت مستلم بخاشة ورق بتاريخ 18/2/88 ومستلم خرازة حجم كبير بتاريخ 13/9/89، مضبوط الشيء ولا لا؟ شو بعرفني؟ والله ما بعرف. لك يا عمي كل شيء عندي هون، هذا مو توقيعك على استلامك الغراض؟ شري مو توقيعك؟ ها؟ مضبوط توقيعي. يعني هلا ما حتمضي لي براءة الذمة؟ شلون بدي وقع لك براءة الذمة وأنت مالك بريء الذمة يعني؟ والحل؟ بدنا البخاشة والخرازة يلي استلمتهم وما رجعتهم، هدول عهدة لازم ترجعهم. يعني ما في طريقة تانية؟ بدنا البخاشة والخرازة، بتسلمه بوقع لك البراءة، ما بتسلمه ما بوقع لك براءة الذمة. عمي لك البخاشة والخرازة مو معي يا رجل، وضاعوا من ستي وأنسي، شو بعرفني أين تضاعوا؟ لك شغلة صار لها من سنة 88. عمي من سنة 88، من سنة 900 وخشبة، من سنة الواحد أنا ما دخلني، بدنا البخاشة والخرازة. وبعدين شو حنعمل؟ تصرف يا أخي. أتصرف؟ طيب أخي حسب لي قديش حقه وأنا تحت أمرك. أخي هون البخاشة مسجل عندي سعرها 56 ليرة و50 قرش. ماشي الحال. والخرازة مسجل حقها 330 ليرة و40 قرش، لأنه هي حجم ثقيل، تخلص كل 100 ورقة سوا. هاي 500 ليرة أخي، حسبهم ورجع لي الباقي. لا عمي هيك ما بيمشي الحال، لأنه سعر البخاشة والخرازة هداك من 88، بدك تدفع حقهم مع فوائد الأموال كل هالسنين عدا عن التضخم اللي حصل بالعملة. مو مشكلة،
احسبه انه انا تحت امره. والله مو شغلتي انه انا احسبه، ما دخلي. وكان شغلت مين يا اخي؟ الاداره الماليه هي بتشكل لجنه وبتقرر قديش لازم تدفعك تعويض عن البخاشه والخرازه المفقودين. لا محرزه تتشكل لجنه مشان بخاشه وخرازه؟ يا رجل محرزه وليش لا؟ عم تتشكل لجان لشغلات اصغر من هيك. شو رايك الاسبوع الماضي شكلوا لجنه مشان قشاطه ومقشه؟ طيب اذا زلت انا هلا على السوق واشتريت لك بخاشه وخرازه خلنج من امك ما بيمشي الحال؟ لا ما بيمشي الحال، لانه البخاشه والخرازه بدك تجيبه غير المواصفات اللي استلمته، واذا انا استلمت منك غير مواصفات اي والله التفتيش بفرم اصابيعي، بعدين ما بقدر بلعب بالاوبشن والمواصفات تبع البخاشه والخرازه يا اخي. واذا انا هلا نزلت على السوق ممكن يعني يلتقى بخاشه وخرازه نفس المواصفات الاوبشن تبع بخاشتكم وخرازتكم؟ والله ما بظن يلتقى نفس المواصفات والاوبشن للخرازه والبخاشه المفقودين. يعني لابد من تشكيل لجنة؟ لابد. طيب وهي اللجنة قديش بدها يعني تتشكل؟ ما بتطول، وهلأ أنا قدامك راح بقترح على السيد المدير تشكيل لجنة وأكتب كتاب. السيد مدير الشؤون القانونية والإدارية نظراً لفقدان بخاشة وخرازة للورق من عهدة الموظف المستقيل بديع القباقيبي وعطفا على إفادة الموظف بديع حيث اعترف بواقعة فقدانه للبخاشة والخرازة أرجو أن تتعطفوا وتتكرموا بتشكيل لجنة خاصة لتقدير الغرامة المالية المترتبة على الموظف بديع القباقيبي، يرجى الاطلاع وإبداء الرأي. شلوني معاك؟ يطول عمرك ما قصرت، بس دي اسألك لو دخلك هاي الشغلة بتطول؟ إذا الله راد ما بتطول. اسمع لقلك، إذا بدك ما نأخرك بتاخذ الكتاب باليد بتسجله بالديوان بتحطه بمكتب المدير الإداري لحتى ما يروح بالبريد. ليش إذا راح بالبريد من مكتبك لمكتب المدير الإداري قديش بده؟ يومين ثلاثة. أوف، إذا أخذته بإيدي نص ساعة الزمان وبيكون خالص، بس أنت الكود ولحق. هات سيدي هات. تفضل. يا ابني ابو رفعت ما بين اليوم؟ لا والله استاذ ما بين. غريبة صار له 3 ايام ومبين، انا خايف ما يكون صاير معه شيء. فعلا غريبة، ما له بالعادة يحرمنا شوفته الصباحية، بس ابو احمد مراقب الدوام سجله غياب. لا يا ابني ما بصير يسجله غياب، هذا مو موظف عنا. روح قل له لو احمد خليه يشطب له الغياب ونظموا له اجازة، انا بوقع له اياها. روح يا ابني روح. دخل بشغلي. مئة وخمسة سبعين. أهلا وسهلا. مستوين عضوي. شلونك اليوم يا سامي؟ ماشي الحال معلم ماشي الحال. يرضى عليك، ما بدي يتكرر اللي صار امبارح. أمرك معلم. روح شفي الزبون اللي شو بده. حاضر. Partez.
عفوا اعذرني. عسى الخير. ما في شيء. حضرتك الدكتور كاظم من العراق؟ اي نعم حضرتك. ولو يا دكتور، شو نسيتني؟ انا اسمي ناجي، كنت طالب عندك من 15 سنة. اكيد نسيتني، بس انا مستحيل انسى اهم عالم كيمياء بالعراق. اهلا وسهلا بي. تفضل استريح اذا ما عندك موعد. حتى لو كان عندي موعد، انا لازم ادعيك علشان بضلني دلقتها. بعدين لي الشرف اني اجالس استاذي وقدوتي. اهلا وسهلا. ارجوك سامحني، لان اني صار لي مقيم بسوريا 15 سنة، يعني تقريبا نسيت اللهجة العراقية، مستذكر بعض منها بس. يعني حضرتك مقيم بسوريا؟ الحقيقة أني تزوجت من سوريا وأقمت بسوريا، بس علاقتي ببغداد ممتازة. وحضرتك؟ لا أنا يا أستاذ ناجي موضوع طويل، يعني تقدر تقول أني مقيم بسوريا الفترة مفتوحة. أهلا وسهلا بيك. شنو رأيك ندز على 2 شاي؟ كيف؟ لو سمحت مور، نريد 2 شاي، انا اشربها سكر خفيف. شوف الدكتور كيف يشربها. يا رب. معروف، تكرم عينك. بس وين مرحبا علي. اهلين. يعني هذا ما دفع غير 5000، وهل بده عندي 20 حرف و10 غرامات كوكا. بده سرمايه بنص خلعته، ما بتعطيه ولا صنف من صنف المخدرات الا ليسدد حسابه كامل. يعني بس هذا ما عم ياخذ مخدرات له لوحده، عم ياخذ له لجماعته اللي بالسوق. يعني اذا اخذ لجماعته بعطيه ببلاش. اعمل اللي عم لك عليه وما دخلك. مفهوم؟ مفهوم. روح على شغلك. يعني المهم استاذ بديع، الكتاب وصل للشؤون الاداريه والقانونيه؟ يا سيدي وصل. كتير منيح كتير منيح. بس انا بدي اسالك سؤال، باعتبارك خبير هون وصار لك زمان، يعني المدير العام قديش بده ليشكل اللجنه؟ يعني إذا ما صار وصايد شغلة كام يوم بس. وصايد شو؟ لك عنا هون الموظفين بس يشموا ريحة لجنة عم تتشكل، بيعملوا 100,000 واسطة ليتحشوا حالهم فيها. اللي ليش؟ لك لأنه اللجنة فيها تعويضات، والموظف بيتحش حاله ب7-8 لجام بالشهر لحتى يطالع بنص راتبه. أوف أوف أوف، على الحال الدولة بتدفع 2-3 حق الخرازي والبخاشي. لا شو ضعفين ثلاثة، قول 5-6 أضعاف. اللجنة بتتشكل هون مشان لحوصت الأصابع وبس. والله هي سمعة، هي اللجان مزراب دهب. بتعرف يا أستاذ بديع إنه سكرتيرة المدير العام صارت دهشة حالة ب47 لجنة بهذا الشهر، وبكرة بتشوف اسمها أول اسم بلجنة البخاشة تبعه. ما شاء الله حولة شو نشيطة. وكيف بتلحق تحضر كل هاللجان هي؟ تحضر؟ ليش هي اللجان بتجتمع؟ لقد شو بيساو؟ لك هي اللجان ما بتجتمع على الورق بس. لك صحي ذكرتني، بركي بتحش حالي باللجنة تبعك. لحظة شوي. تحياتي استاذ. استاذ بركي يعني بمعيتكم بتتحشوني بلجنة شيت البخاشة. لا لا استاذ، انا هالشهر بس دحشت حالي بلجنة القشاطة وسطل المسح. طيب شكرا شكرا استاذ، فضلتوا على راسي. مع السلامة. مع السلامة. تحياتي. وهي دبرنا حالنا باللجنة تبعك. صحيح بهالمناسبة انا عازمك على كاسة شاي وبرديت طاولة بالقهوة، شو رأيك؟ ليش انا فيني ارفض لك طلب؟ صرت واحد من اللجنة. ممتاز وندرفل. الله عليك يا استاذ بديع، شو دمك خفيف والله. وينتك تطلع على التقاعد يا حبيبي؟ يا نور عيوني انتو، يا ضوء قلبي انتو. يا والله البيت كلياته ما بيسوى شيء بلاكم يا حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله يا بنت الحلال، بدال هالبكي هذا دعيله انه الله يوفقه وييسر له. ايه انا ناطرتك لحتى تقلي ادعي لاولادي. يا رب يا رب بجاه حبيبك المصطفى، ولادي أمانة يا الله، اجيب ليها بالسلامة يا رب العالمين. يا لطيف شو هالدعوة الأتولية هاي؟ Thank you.
سامة شوفي يا أمي شبهريم. وحدي الله وحدي الله يا مرة، اتركي ياخذ نفس بالأول وبعدين نفهم منه عرواء. روحي جيبي له كاسة مي مشان يبلغيه. أمي الله يرضى عليك، اللي شوفي هات لبوس إيدك اللي شوفي بس. اوعك يا ابني تكون تخانقت معه وتركت الشغل مشان اختك، حاكم تعملها وسامة وبعرفك. اللي يا أمي اللي يا أمي هات لبوس إيدك قلت لك اللي بس شوفي. ريم طلع معاي. بفهم من كلامك انك جالس ما عم تشتغل اي شيء، يعني معقول نخسر اكبر عالم كيمياء بالمنطقة؟ لا الحقيقة يعني أنا بدي اشتغل ببعض المصانع السورية، يعني الهي نفسي ما يخلى الامر. بصراحة انا سمعت من زملائي انك قاعد تشتغل على معادلات كيميائية سرية وهامية. انا اسف اذا كنت ازعجتك بسؤالي. استاذ ناجي ذيك الأيام راحت ما حدا أحكي بيها. أكرر أسفي، أنا بس حابب أطمن عليك. أشكرك. إن شاء الله عجبكم الشاي. خذ شاي. تحبوا أجيبكم شيء ثاني؟ قهوة؟ قهوة. شو تحب شباب؟ سادر. تكلم عينك. لك أنت مو بس فلتاني، أنت رخيصة وحطيتي راسها بالتراب. أنا رخيصة يا أم سامح، أنا رخيصة؟ الله يسامحني. لك الله لا يسامحني، الله لا يسامحني على الفضيحة اللي فتحتي لي إياها. حاج تقول هيك بقى؟ حاجة بكفي، أعطيكي فرصة دافع فيها عن حاجة. يا ستي ما بدي أعطيكي فرصة، ما بدي. شكرا يا مثقف. ما أنا مثقف، أنا ما أنا مثقف. شو يعني مثقف؟ اتركوني مش الله، ما بدي أكلي. تعي هون بيك، تعي هون. سعيد بابا، سعيد بابا، سعيد بابا كسرها. سعيد بابا عزي نفتح 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 نفتح. أنا اللي بدي أفضحك، أنا اللي بدي أفضحك ولا هي؟ بتعرف شو يعني إيه؟ إيه؟ استعيني، استعيني فاشلة. كيف تعي؟ استعيني كنت خدي الأمانة، بتعرف شو يعني خدي الأمانة؟ أسامة، اهدى، اهدى. استرتاح أعصابها، راح تطلع. خلينا بالأول نستوعب، صبت إنه معها إيه؟ وبعدين تعرف كيف صار معها؟ تعال تعال لو تخجلت الله. تعرف يا سيد بدي عم ادعي لربي ليل نهار بيقول له معاملتك تطول عنه وتتعسها. هذا منك والله يا رجل. ليش هيك عم تحكي انت؟ ليش هيك عم تحكي؟ لك شبك انزعجت يعني؟ لا يمد فكرك لبعيد. بصراحة أنا حبيتك وتعودت عليك. أنت بتعرف إنه يوم ما بتمر لعندي على المكتب أنا بستفقدك كوبايات كوبايات. يا سيدي هي تخلص المعاملة وأنا كل يوم التاني بزورك وحياتك. وراح أقول لك على شغلة تانية كمان. بتعرف أنا صرت حب إنزل راجع بالمحافظة مشان اقعد مع المهندس صفوان. شوف شو المهندس صفوان نحفة فانتاستيك. سعيد بالمناسبة انت شو عم تروح تعمل بالمحافظة؟ اخ يا استاذ بدي اخ، لكن فكر حالك بس انت الوحيد اللي غرقان بالمعاملات والروتين القاتل. لك في مثلك متاهل وانا انا واحد منهم. اوف اوف اوف، كل هالقد قاهرينا؟ طبعا مهور يا سيد بديع، انت بتشوفني انا بمزح وبضحك بس الله وكيلك بعمل هالشي لحتى ما طق. خير والله، والله شغلت بالي. كل هالقهر كلياته من المحافظة؟ هات يا سيدي، انا من 25 سنة ساكن بمنطقة مخالفة، فجأة قامت القيامة وبعتولنا انذار باخلاء المساكن. قال شو بدهم يستكملوا اوتستراد المحلق الجنوبي. يا سيدي قدمنا اعتراضات واعترضنا خير الله بس ما استفدنا شيء نهائيا. وعدتنا الحكومة انه يعمروا لنا بيوت بمناطق شعبية. فحتى ما طول عليك السيرة، من 3 سنين لهلا ما دفعوا لنا لا تعويض ولا عطونا بيوت. الله وكيلك اغراضنا كلها تشلحوا لنا اياها بالشارع وهدموا البيوت.
ولولا اختي وجوزها الله يمد بعمرهم عطوني درفتين لالي ولعائلتي بهالدار العربي اللي عندهم، لحتى شفت اخوك ابو رأفت وعيلته هلا مشلول بالشارع، بقى بتقلي ليش مهموم؟ لا حول ولا قوة الا بالله، فعلا مثل ما بيقولوا، يلي بيشوف هم غيره بيهون عليه همه. هلا إنا من احاديث النكد كلها، شو رأيك نلعب لنا ضقطة ونتسهر؟ ترى محسوبة. بطل المنطقة كلها بالمحبوسة يا. يا سيدي أنا اللي بلاعبك وأنا اللي بدي أسحب البطولة منك، شو رأيك؟ ما عندي مانع، بس أنا ما بلعب إلا على شرط. شرط عمي، شرط على كيفك. أول دق نلعبه على البخاشة. أنا تتني دق على الخرازة. طب والله انت صارت تطلع تفاعل، يلا افتح الطاولة نشوف. السود ولا البيض؟ سيدي ابيض ابيض ابيض. لأنه الأسود بدهم يبيضهم وشهم. يا رجال أنت عزوتنا وسندنا، أحكي لك شي كلمة، من يوم المصيبة بنتك مرح ما عادت راحت على الجامعة، وابنك سليمان ما عاد راح كمان على الجامعة، الله يخليك أحكي لك شي كلمة، لك سبني بهدلني عيط علي حملني المسؤولية، بس لا تضل ساكت هيك، الله يخليك مشان أولادنا الباقيين، الله يخليك. يا خانم، لك يا خانم ولادك ما عادوا طلعوا من البيت من خوفهم من العار اللي صار لابسنا لبس. طيب وبعدين؟ حل واحد ما في غيره، احنا لازم نترك البناية، لازم ننتقل من الشام كلها. وين بدنا نروح؟ ننتقل على لاذقية، وهنيك منلاقينا شي بيت بعيد عن عيون الناس، او بالاحرى منتخبى من عارنا، نشكر برني ما حدا يعرفنا فيها. وشغلك؟ أنا لما كنت بلادقية بالسفرة الأخرانية حكى معي أبو عبد الفتاح من شان شغل هنيك بالمينا، على أساس أمسك له شغل توزيع الجملة، وهيك بيمشي الحال والله ما بينسى حدا. جهزوا حالكم. وشادي؟ شادي إله الله، والمحامي أبو سمير ما رح يتركه أبدا، رح يدير باله عليه، فينا وبلانا رح يدير باله عليه. أقعد بالحديقة لبين ما ترجع سلمى من الجامعة، هي الوحيدة اللي ممكن تفهمني وأنا بثق فيها. هاي من شان وظيفتي اليوم، وهدول من شان وظيفة أخي تبع الإنجليزي كمان. كمان أخو بدي حل له وظيفته؟ ايه شو فيها يعني؟ ما فيها شي، كله رزق. الله يوفقك هدي، خلص روقي، هلا بنوصل على البيت ونحكي.
سلمى أنا كتير أسف حبيبتي، بس ما لقيت حدا تاني غيرك إرجاله. يمكن لو رحت لعند أي حدا من القرايبين أكيد كانت رح تصير فضيحة. والله بزعل منك ليه؟ بعدين بيتي بيتك، ولو بتقدري تعدي عندي قد ما بدك وأنا بلاقي طريقة مع بابا. أختي صدقيني ما في شيء. كل القصة وما فيها إنه فقنا ما لقيناها ولا قالت وين رايحة. نعم خبرتك مثل ما خبرت كل خالاتها. قلت حالي عسى وعلا تكون حاكي مع بنتك عبير و شلون؟ لا المسكينة الموبايل تبعها محروق. ايه لا اختي لانه رفضوا لها الاقامة بدون. ايوه رفضوا لها الاقامة مزبوط. ايه ايه رفضوا لها الاقامة. ايه وراحت على شغلها القديم كمان لقيتهم حاطين وحدة عواضها. ايه انتي لا يشغل بالك اختي. ايه الله يحن عليكي. ايه يلا ببقى بخبرك انا. مع السلامة. اخ يا بنيتي وين راحتي؟ وين راضيك يا حبيبة امك؟ بتكون راحت لعنده. مين وهاد؟ مين وهاد؟ اللي بناها هالبنوة. تحجب يا ولد. البنت اللي عم تحكي عنها بتقول بنتي وانا اللي مربيها ولا عم تربها. يا والله تهيئني انا. أنا عفيت. كان معقول الدولة مسلمتك بخاشي وخرازة وتضيعهم وما بتعرف تعرف وينهم؟ لك يا إلخا شو مسلميني هنا؟ دبابة مصفحة كلها شقفة بخاشة وخرازة. بس الحق معي هاي بخاشة وخرازة تبع الدولة. لك لو كانت شغلة شخصية ما عليه شيء. هدول شات الدولة البخاشات والخرازات لازم الواحد يعطي باله عليهم برموش عيونه. بس اللي مجنني وقارقني لك نسيوا هدر المؤسسات الدولة كلياتها وعلو بالبخاشة والخرازة. ايه معهم حق. اذا كل موظف ضيع شغلة من هالشغلات عد بالسنة قديش الدولة رح تخسر بخاشات وخرازات. شو عمتو؟ شو قصة البخاشات والخرازات؟ هلا حلوا لي اياها برمه وانسوا لي البخاشه والخرازه بقى. خلاص يا عمري خلاص رح ننساها. بابا بدي استاذن منك، رفيقتي ريم جوا عندي بالغرفه وصايره معها مشكله ونفسيتها شوي تعبانه، معلش تنام عندي شي يومين ثلاثه. واهلها بيعرفوا انه هي بدها تنام عندي؟ ايه انا هلا رح اتصل فيهم وخبرهم. اذا كان اهلها موافقين يا ميت اهلا وسهلا. شكرا كثير بابا. اهلين بابا. ليش صوتكم طالعة؟ والله ما عم بعرف ادرس. صحيح جدو شو قصة البخاشة والخرازة؟ لا تنكسر مهما الزمن زود على هموم، خلي الامل فيك ينتصر وصحالي من المتهوم، لا تحكم
جديد.